عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. مثل ما كتشوفوا الفيديو اليوم عن البغرير أو الخرينجو مثل ما يسمى عندنا في المنطقة الشرقية. أنا كان نعرف أنه أيضا الخرينجو هو اسم تشورو في مناطق الشمال. ما شاء الله عندنا تنوع رائع في المغرب، لكن وصفة البغرير تقريبا هي الطريقة ديالو نفسها، لكن هناك طرق مختلفة وكمية السميد والطحين تختلف من وصفة إلى أخرى. أنا كان عندي كوبين من السميد الناعم وقلت لي ما لا نحضر بهم البغرير. سبق وشاركت معكم واحد طريقة أخرى لتحضير البغرير، لكن هذه مختلفة تماما. أنا كان عارفوا أنه عجينة البغرير فيها الخميرة الفورية، ودائما الخميرة تحتاج إلى ماء يكون دافئ نوعا ما، واحد الطريقة باش تسمح للخميرة بالتفاعل. وإذا حطينا الماء ساخن شوية نوعا ما غادي يخسرنا العجينة وكتعطينا خيوط. أنا قلت لي ما لا نحط في البداية، حطيت في البداية أولا 3 أكواب من الماء الدافئ، وزدت لها ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر، خليتهم شوية تفاعلوا. من بعد وفي ديك اللحظة أيضا يكون الماء برد شوية، منحطوش ماء ساخن طبعا كيخسرنا الخميرة. من بعد ضفت 2 كوب من السميد الناعم وكوب إلا ربع من الطحين، تقدروا ديروا 1/2 كوب أو كوب كامل من الطحين. ضفت خلطته، ضفت ملعقة صغيرة من الملح، وزدت 1/4 كوب من الماء، حطيتهم بعد في هذا المطحنة ديال العصير، خلط الكهربائي، خلطتهم شوية. من بعد أضفت ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، وأيضا ما كانتش باينة في الفيديو، ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، حركتهم شي شوية. دائما أنا ضد أنه عجينة البغرير أو خليط البغرير نطيبوه مباشرة، ما خسرين والو إذا خليناه يرتاح واحد 5-10 دقائق حتى ربع ساعة باش نعطيو فرصة للخميرة للتفاعل، وبالتالي نضمنو واحد النتيجة رائعة. في ديك الأثناء من خليو تخمر نقدروا ننظفوا المطبخ ديالنا ونجيبوا المقلات نسخنوها ونحطوا خليط. انا كنبغي البغرير يكون خفيف، لهذا كنستعمل هذا الحجم، حجم متوسط للمقلات. واذا حبيتوا تكون حجم صغير استعملوا طبعا مقلات صغيرة. انا ما كنبردش المقلات بين بغريرة وبغريرة، كنطيب مباشرة كنحصل على هذه النتيجة الرائعة. حاولوه بالطريقة اللي كنحبوه، سواء دهنوه بالزبدة والعسل او زيت الزيتون، كل واحد على حسب الذوق ديالو. نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، اذا عجبكم ما تنسوش اللايك، واللي مازال ما اشترك يشترك. اترككم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.